بسم الله. بالنسبة بالنسبة للكورس للكورس دوت دوت زي زي ما ما قلنا قلنا هيغطي هيغطي دايناميك دايناميك سكريبتنج سكريبتنج لانجوج. لانجوج. يعني يعني ايه ايه دايناميك؟ دايناميك؟ لان لان في في حاجة حاجة تانية تانية اخدناها اخدناها في في الكورس الكورس اللي اللي قبل قبل كده كده الصبح الصبح اللي اللي هي هي الايه؟ الايه؟ ستاتيك. ستاتيك. ايه ايه حكاية حكاية بقى بقى الستاتيك الستاتيك والدايناميك والدايناميك ديت؟ ديت؟ بمنتهى بمنتهى البساطة البساطة اللي اللي احنا احنا البرنامج البرنامج اللي اللي ال HTML اللي احنا اتعلمناه الصبح دوت، كل كل اللي اللي احتاجناه احتاجناه ايه؟ ايه؟ ملف ملف تكست تكست كتبنا كتبنا فيه فيه الكود الكود صح؟ صح؟ ورحنا ورحنا فاتحينه فاتحينه بالبراوزر بالبراوزر اشتغل اشتغل على على طول طول صح؟ صح؟ الدايناميك الدايناميك ده ده بقى بقى لا، لا، انت انت محتاج محتاج حاجة حاجة اسمها اسمها سيرفر سيرفر سايد. سايد. سيرفر سيرفر سايد سايد يعني يعني ايه؟ ايه؟ يعني يعني تبعت تبعت له له حاجة حاجة يعالجها يعالجها ويرجع ويرجع لك لك الناتج. الناتج. ترجع ترجع تبعت تبعت له له حاجة حاجة تاني تاني يعالجها يعالجها ويرجع ويرجع لك لك الناتج. الناتج. تمام؟ تمام؟ عشان عشان كده كده بنسميها بنسميها ايه؟ ايه؟ دايناميك. دايناميك. بنسميها بنسميها دايناميك. دايناميك. طيب هناخد هناخد مثال مثال عليها عليها هنطبق هنطبق بالايه؟ بالايه؟ بالبي بالبي اتش اتش بي. بي. هنطبق هنطبق بالبي بالبي اتش اتش بي. بي. طيب طيب واحنا واحنا الكورس الكورس ده ده هيغطي هيغطي ايه؟ ايه؟ ايه ايه الجولز الجولز بتاعتنا بتاعتنا في في النهاية النهاية خالص؟ خالص؟ عاوزين عاوزين نتأكد نتأكد بقى بقى ان ان احنا احنا خلصنا خلصنا الكورس الكورس واحنا واحنا بقينا بقينا زي زي الفل. الفل. أتأكد أتأكد من من الكلام الكلام ده ده ازاي؟ ازاي؟ لو لو احنا احنا طبقنا طبقنا شوية شوية الاكزامبلز الاكزامبلز اللي اللي انا انا هوريها هوريها لكم لكم ديت، ديت، احنا احنا هنتعلم هنتعلم بي بي اتش اتش بي بي وماي وماي سيكوال سيكوال ماي ماي اس اس كيو كيو ال. ال. تمام؟ تمام؟ اه هي مش مش هتظهر، هتظهر، انا انا اسف اسف عشان عشان حكاية حكاية الاوفلاين. الاوفلاين. المفروض المفروض يعني يعني دوت دوت طبعا طبعا مش مش هتظهر هتظهر كده كده للأسف. للأسف. عارفين عارفين مثلا مثلا لما لما بتدخلوا بتدخلوا على على سوق سوق دوت كوم ولا حاجة، زي موقع موقع للشراء للشراء كده، كده، عاوزين عاوزين نعمل نعمل حاجة حاجة زي زي كده، كده، نموذج نموذج زي زي دوت. دوت. تمام؟ تمام؟ عاوزين عاوزين نعمل نعمل كمان كمان حاجة حاجة زي زي بتاعة بتاعة الويزر الويزر ديت ديت اللي اللي احنا احنا نكتب نكتب مثلا مثلا هنا هنا الإسماعيلية الإسماعيلية ويجيب ويجيب لي لي الويزر الويزر بطريقة بطريقة ما. ما. تمام؟ تمام؟ هنتعلم هنتعلم بعد بعد كده كده وهنعمل وهنعمل حاجة حاجة زي زي البي البي اتش اتش بي بي جيست جيست ديت. ديت. البي اتش البي اتش بي بي جيست جيست ريكورد ريكورد دوت دوت اللي اللي انت انت مثلا مثلا انت انت هتعمل هتعمل مثلا مثلا عامل عامل حفلة حفلة ولا ولا عامل عامل ايفنت ايفنت ولا ولا حاجة حاجة ويجي ويجي الناس الناس هنا هنا تسجل تسجل البيانات البيانات ديت ديت وتعمل وتعمل سبميت سبميت تتخزن تتخزن عندك عندك داتابيز داتابيز تفضل تفضل موجودة موجودة عندك. عندك. تمام؟ تمام؟ دوت دوت مثال مثال كمان. كمان. كمان كمان هنتعلم هنتعلم ازاي ازاي نأكسس نأكسس جوجل جوجل اي اي بي بي ايز. ايز. ده ده ضمن ضمن الكورس الكورس مش مش ضمن ضمن البي البي اتش اتش بي، بي، ضمن ضمن الكورس الكورس نفسه. نفسه. تمام؟ تمام؟ الكورس الكورس اسمه اسمه بروجرامينج بروجرامينج فور فور دبليو 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 زي زي ما ما انتوا انتوا عارفين. عارفين. اخر حاجة ازاي ازاي تعمل تعمل تهندل تهندل التويتر. التويتر. طبعا طبعا ده ده دي دي باينة باينة سوفيستيكيتد سوفيستيكيتد كده كده مش مش باينة باينة كويس كويس لان لان ده ده اوف اوف لاين. لاين. انا انا عملت عملت سيف سيف للصفحة للصفحة بس بس طبعا طبعا انتوا انتوا عارفين عارفين ايه ايه مش مش هتظهر هتظهر طبعا طبعا زي زي ما ما هي هي اونلاين. اونلاين. يعني يعني لاي لاي اوت اوت ضاع ضاع لان لان لاي لاي اوت اوت معتمد معتمد برضو برضو على على حاجة حاجة على على السيرفر. السيرفر. تمام؟ تمام؟ فانت فانت عاوز عاوز التويتر التويتر مثلا مثلا بيظهر بيظهر لك لك بطريقة بطريقة معينة. معينة. لا لا انا انا عاوز عاوز اظهر اظهر التويتر التويتر دوت دوت الموقع الموقع الحاجات الحاجات بتاعة بتاعة التويتس التويتس اللي اللي بتجيلي بتجيلي اغير اغير الباك الباك جراوند جراوند بتاعتها بتاعتها او او اعمل اعمل شكل شكل تاني تاني غير غير اللي اللي هي هي بتظهر بتظهر بيه. بيه. تمام تمام كده؟ كده؟ دوت دوت اللي اللي هنغطيه هنغطيه في في الكورس. الكورس. اعلم اعلم بي بي اتش اتش بي بي ماي ماي سيكول سيكول وهنعمل وهنعمل كام كام بروجكت بروجكت صغيرين صغيرين خالص. خالص. سميهم سميهم تاسك تاسك حتى حتى مش مش بروجكت. بروجكت. خلاص خلاص كده؟ كده؟ تمام؟ تمام؟ عاوزين عاوزين نعملهم نعملهم بنسبة بنسبة 100%؟ 100%؟ لا لا 100%100% اهلا اهلا وسهلا وسهلا ده ده انت انت كده كده تبقى تبقى استاذ. استاذ. لكن لكن يعني يعني عاوزين عاوزين نمشي نمشي نفسنا نفسنا فيهم. فيهم. عاوزين عاوزين نشوف نشوف ريزلتس. ريزلتس. ما ما تستسلمش تستسلمش انت انت ممكن ممكن وانت وانت قاعد قاعد في في الكافيه الكافيه اللي اللي تحت تحت دوت دوت تعمل تعمل الشغل الشغل ده ده بمنتهى بمنتهى البساطة. البساطة. وانت وانت مش مش محتاجني محتاجني بالمناسبة. بالمناسبة. احنا احنا بس بس ماشيين ماشيين في في روتين روتين معين معين لان لان الكورس الكورس سهل. سهل. انت انت محتاج محتاج ايه؟ ايه؟ انت انت ممكن ممكن تدخل تدخل على على اليوتيوب اليوتيوب تجيب تجيب اللي اللي انت انت عاوزه. عاوزه. اللي اللي انت انت عاوزه عاوزه تقلل تقلل بقى بقى وتعمل وتعمل شغل شغل هتبقى هتبقى شغلتك. شغلتك. بس بس انا انا بحطك بحطك بس بس على على الطريق الطريق بدي بدي لك لك شوية شوية اساسيات اساسيات في في الاول. الاول. طيب طيب نبدأ نبدأ بقى بقى في في الكورس. الكورس. نبدأ نبدأ في في الكورس الكورس نفسه. نفسه. احنا احنا قلنا قلنا اللي اللي احنا احنا هنتعلم هنتعلم اول اول حاجة حاجة البي البي اتش اتش بي بي صح؟ صح؟ عندك عندك في في مصدر مصدر كده كده كويس كويس جدا جدا للبي للبي اتش اتش بي بي اسمه اسمه بي بي اتش اتش بي بي دوت دوت نت. نت. دوت دوت هيجيب هيجيب لك لك شوية شوية انفورميشن انفورميشن كتير كتير قوي قوي تجميعات تجميعات عن عن هيستوري هيستوري وعن وعن عن عن تولز تولز وعن وعن حاجات حاجات كتير كتير قوي. قوي. بي اتش بي بي اتش بي دوت دوت نت. نت. طب طب هو هو مين مين اللي اللي عمل عمل البي البي اتش اتش بي بي واتعملت واتعملت سنة سنة كام؟ كام؟ هي هي اتعملت اتعملت سنة سنة 94. 94. معلش معلش استحمل استحمل معايا معايا الحتة الحتة الهيستوريكال الهيستوريكال دي. دي. تمام؟ تمام؟ هنخش هنخش في في العملي العملي دلوقتي. دلوقتي. اتعملت اتعملت 94 94 واحد واحد اسمه اسمه رسمس. رسمس.
كان هو قاعد كده عاوز يعمل ويب سايت لنفسه، ففي شويه تاسك كده تعبان، قال لك اعمل لها شويه تولز. هو مع نفسه كده هيعملها بلغه ايه بقى؟ اعملها بلغه السي. شوف الكلمتين اللي انا قلتهم دول هيريحوك بقيه الكورس. ده معناها اللغه اللي جوه البي اتش بي نفسها هتبقى شبه الايه بالظبط؟ زي السي بالظبط، هتبقى زي السي. فاهمين الفكره؟ فانت كل حاجه حتى لو انت ما اتعلمتهاش قبل كده خمنها اكنها سي وجرب يمكن تشتغل. خلاص كده؟ تمام. فهو الراجل دوت عملها وسماها ايه التولز ديت. هو عمل شويه تولز فور فان مع نفسه، هو عاوز يسهل الدنيا على نفسه، وسماها ايه؟ بيرسونال هوم بيج تول. هو بالنسبه له كان شويه تولز زي البرامج اللي انتوا بتعملوها كده، ايه باباك قال لك اعمل لي مش عارف حسبه الفلانيه بتطلع لي الايراد مش عارف ايه، فرحت انت عاملها كبرت في دماغك احلوت عملتها خبرتها شويه زودت عليها شويه شويه موديولز كبرت خالص، عملت برنامج لحسابات حاجه معينه. هو نفس القصه بالظبط. راح منزل بقى منها اصدار. الراجل ده طبعا من الناس الكويسه اللي هم بيشتغلوا في الاوبن سورس، عاوز يفيدوا ويستفادوا وبيغتنوا بعد كده، ما تقلقوش يعني مش عشان عملت حاجه ونزلتها اوبن سورس هتبقى فايز، لا هتغتني بعد كده لو ربنا كرمك وقدرت تطلع حاجه كويسه فعلا. راح منزلها اوبن سورس. ايه فايده اللي هو ينزلها اوبن سورس؟ واحد تاني انترستد في التولز ديت راح اخدها معدل عليها طلعت حاجه احسن، واحد تالت جام زود طب ازود عليكم المديول دوت، قعدت تكبر وبقت ايه؟ اتشهرت وبقت دي اتش بي. تمام كده؟ لكن هي كانت الاول ايه؟ شويه تولز معموله بالسي. هو كان عاملها ايه؟ هو كان عاملها عباره عن شويه كومون جيت واي انترفيس. تمام؟ كومون جيت واي انترفيس بتسمعوها دايما ديت سي جي اي. صح؟ تمام. هي تمام كده. وبعد كده ظهر ده البي اتش بي اللي احنا عارفينها دلوقتي. طيب عاوزين نشتغل، احنا قلنا ديت تعتبر ايه؟ دايناميك صح؟ دايناميك دي يعني محتاجه حاجه تعمل لها بروسيسنج على طول غير البراوزر، حاجه تعمل لها بروسيسنج غير البراوزر، تبعت لها حاجه وترجع لنا الناتج. حلو كده؟ طب احنا محتاجين ايه بقى؟ في تولز كتير بقى فري طبعا، بديل ليها اللي انت تاخد سيرفيس على الانترنت مباشره، يعني شركه عندها سيرفر منزله لك التولز ديت وتديك مساحه وانت تعمل عليها البيدجز بتاعتك مباشره. تمام؟ او بديل ليها عشان احنا لسه بنتعلم هننزل التول على جهازنا، فجهازنا يعتبر ايه دلوقتي؟ سيرفر وكلاينت في نفس الوقت الاثنين. تمام؟ يعني هو بديل. طبعا انت دلوقتي احنا ما عندناش اكسس للانترنت، هرن الحاجات دي ازاي؟ مش هترن، لازم يكون في اكسس. جهاز زي دوت ابعت له حاجه يعمل لها بروسيسنج يبعتها لي. فانا هنزل التول دي هنا، وبعد ما انزل التول ديت هشتغل عليها ككلاينت برضه. دي حاجه كمان. ماشي. في تولز كتير قوي، هنستخدم انهي واحده فيهم؟ استخدم اللي انت عاوزه، بس انا بحب تول اسمها زام، اكس اي ام بي. اكس اي ام بي بنزل التول ديت عادي من الموقع بتاعها، دور كده اكتب زامب على جوجل هيجيب لك الموقع، اعمل داونلود على طول وخلاص، وسطب على طول وخلاص على طول، يعني مش محتاجه اي كونفيجريشن ولا اي حاجه. تمام كده؟ هي بتنزل فيها التول ديت، ميزتها ايه؟ بينزل فيها الاباتشي سيرفر اللي هو بيعمل البروسيسنج بتاعت البي اتش بي ده. تمام؟ وبينزل معاها ماي سيكوال. تمام؟ الانجن بتاع ماي سيكوال داتابيز انجن. لو الكلام كده تقيل وفي حاجات كتيره هتيجي مع الوقت، يعني ايه استوعب بس دلوقتي، اعرف فكره عامه دلوقتي. ماي سيكوال ومعاه تومكات ومعاه بيرل ومعاه حاجات كتير قوي. تمام؟ كل ديت في باندل واحده اللي هي ايه اسمها زامبي. الزامبي ديت هتجيبها وتنزلها وتسطبها. طيب احنا هنسطب التول ديت اللي اسمها زامبي دي. اول ما تعمل لها سيت اب هتلاقيها نزلت هنا، هتلاقيها نزلت على السي على طول. خليها في الديفولت بتاعها
مفيش مشاكل، ما اتغيرش، تمام؟ هتلاقي اول ما تنزلها هنا، لو انت فتحتها كده هتلاقي شويه حاجات كتير، دي كل الحاجات اللي بتنزل معاها، اباتشي و ماي سيكوال وبيرن وبي اتش بي نفسها اللايبرز بتاعتها يعني وهكذا، تمام؟ طيب ايه ده بي اتش بي واباتشي، هو في فرق بينهم؟ طب نرجع تاني بقى كده خطوه لورا، هو يعني ايه سيرفر تاني؟ احنا قلنا حاجه بنبعت له حاجه ويرد لنا الناتج، صح؟ يعني ايه برضه سيرفر؟ الاسم الصح ليها هو ليسنر، تمام؟ بس احنا قلنا خادم لان هو يعني ايه بيقوم لي بالوظيفه دي، لكن هو في الاصل هو ليسنر، يعني حاجه قايمه طول الوقت، شغاله طول الوقت، تسمع طول الوقت، بتسمع، تفضل مستنيه حد يبعت لها ريكويست عشان تنفذه له. يعني ايه سيرفر وقع؟ مش معناها اللي هو حصل له شت داون بس، معناها اللي هو الريكويستس اللي جايه له اكتر من انه يقدر ايه يسمعها. يعني لو كذا واحد فيكم سالني سؤال هنتبه لانهي واحد؟ تمام، هو عنده ليميت معين ينتبه ليه، تمام؟ فهو دوت الايه الاباتشي اللي نازل معاه، انما البي اتش بي ديت اللي هتعالج، اللي هتعمل بروس، اللي هي بتترجم اللغه بتاعت البي اتش بي، الترجمه بتاعتها. ما هي اللغه بتاعت الاتش بي دي هتترجم لماشين كود وهيطلع ريزلت، هترجع لك الريزلت، واخدين بالكم؟ تمام. طيب احنا دلوقتي عرفنا البندل اللي احنا هننزلها هنسطبها وجواها ايه، صح؟ طب الشغل اللي احنا هنشتغله دوت هنعمله فين؟ هنكتبه فين في انهي حته؟ هتلاقي هنا في فولدر اسمه اتش تي دوكس، او اتش خليها اتش تي دوكس وخلاص، تمام؟ اتش تي دوكس، تمام كده؟ هو انا دلوقتي اعرف هي شغاله ولا لا ازاي؟ بينزل معاها مانجر ظريف جدا اهو تمام؟ في كل السيرفيس اللي هي ممكن تقوم، كلمة سيرفيس اللي هي الليسنر بتاع السيرفيس دي يعني، اللي هي تفضل شغالة يعني. فأنت في الأول هما بيبقى معمول لهم شت داون، هي التول دي لازم يعني ظريفة جدا، مش بتبقى مشغلة من نفسها كده. أنت بتعمل لها ستارت، يعني دي بتبقى معمول لها ستارت في الأول، أنت بتعمل لها ستارت. طب ساعات تيجي تعمل لها ستارت عندك وما تشتغلش. غالبا أنت منزل برنامج بيستخدم نفس البورت بتاعتها. إيه يا عم الكلام كبر؟ حكاية البورت دي؟ مش احنا قلنا ده سيرفر؟ صح؟ سيرفر دوت يعني انت بتنده من على جهاز. انده ازاي دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي حاجتين اتنين شغالين دلوقتي اللي هي الاباتشي والماي سيكول. ماي سيكول مش هيبقى عندك مشاكل معاه. عادة المشاكل عندك هتبقى مع الاباتشي. تمام؟ شغاله ازاي؟ انت لما بتفتح موقع بتفتحه ازاي؟ باسم الموقع، صح؟ بس اسم الموقع في الاصل هو مش اسم، ده الياس بتاع الاسم. اللي هو بيبقى رقم السيرفر. تمام؟ الاي بي بتاع الجهاز. الاي بي بتاع السيرفر ده. طب دلوقتي الاي بي بتاع جهازي ده فين؟ اوعى تكون تدخل على الانترنت بتاع الجامعه كده وتروح جاي هنا تحت وتشوف الاي بي اللي هو اداهولك، لا. الاي بي بتاع الجهاز دوت بدل انت سطبت الحاجه عليه لوكال اللي هو المشهور جدا واكيد حد عنده المعلومات ديت قبل كده اللي هو كام؟ 127.0.0.1 اللي هو ليه اسم بقى، ليه نيم اللي هو لوكال هوست، تمام؟ يعني معناها كده اللي السيرفر بتاعي على الجهاز ده، فانا هندهه كده. اشتغل على طول، جاب لي السبلاش كريم بتاع الزام ده، حلو؟ مستوعبين الحته ديت؟ تمام؟ طيب تعالوا كده نقفل السيرفيس عشان نتاكد من كلامك دوت. ستوب، شغل، وقف، فهمتوها؟ تمام كده؟ طيب نشغل السيرفيس تاني، ستارت، اشتغل. ساعات يديك ايرور، لأن في برنامج تاني قايم بيستخدم نفس الحاجة اللي أنت شايفها دي اسمها الإيه؟ البورتس. هنا أنا ما احتجتش البورتس لأنه بيستخدم بورت رقم كام؟ بص كده؟ 80.
عادة لو هو مش بيستخدم 80 وبيستخدم حاجة تانية لازم تكتبها، لازم تكتب كده نقطتين اسم رقم البورد مثلا لو 3012 مثلا لازم تكتب كده البورد 80 بس اللي هو بيعدهولك كده يعني تمام. وممكن تكتب بورد 80 برضه يعني لو كتبنا كده 80 او اللي هو 80 تمام لان دي ديفولت بورد ال 80 دوت اللي هو بتاع الايه الاتش اي بالظبط اتش تي تمام. طيب حلو قوي بلخص كل الدوشه دي هننزل برنامج اسمه زام هنسطبه عشان ده هو اللي هيبقى السيرفر بتاعنا عشان نكلمه بنكلمه ب 127.0.0.1 طيب حلو ينفع اعمل ايه؟ ينفع تكتب لوكال هوست طبعا ينفع طبعا ينفع تكتب لوكال هوست طبعا دي حاجه اساسيه طبعا خلاص اخد بالك لوكال هوست عاده بيبقى مكتوب عليها رقم انا كنت منزل كام سيرفر كده دوت بتاع السيكول بلس طبعا ينفع لوكال هوست دي بتترجم لايه؟ 127.0.0.1 طب افرض بقى طلعت في دماغك دي معلومه زياده كده يعني ممكن اللي ممكن يسقط مني فيها يطنش اللي انا بقوله. انا ممكن اخلي جهازي دوت سيرفر عادي. ازاي؟ لو انا بقى دخلت بجهازي على النتورك وانا مسطب عليه الحاجات ديت مش انا داخل على جهازي على الانترنت برقم باي بي. لو انا بقى على جهاز زميلي هنا لو ندهت الاي بي بتاع جهازي مش 127 بقى ما انا بقيت في جهاز تاني. جهازي دوت لو انا هكلم حاجه على جهازي اقول 127 لكن لو انا في الجهاز دوت وهكلم جهازي هكتب ايه رقم الاي بي بتاعي. لو الجهاز ده نازل عليه سيرفر زي ذنب دوت هيفتح زي ما انتم شايفين كده. يعني انت ممكن تخلي جهازك ايه سيرفر دي حاجه بسيطه جدا تمام. الله ينور عليك. احنا قلنا السيرفر لازم يكون ايه شغال على طول عشان يعمل ايه لسن اهو لو قافل وانت بعت له ريكويست طب هيجاوبك ازاي ما هو مقفول تمام. ايه ده يعني انا ممكن ادخل على موقع برقم ممكن تدخل على موقع برقم. طب ثواني هو انا ممكن ادي لرقم اسم في شركات كتيره بتسبورت الحكايه دي. ازاي الشركه دي هي عندها هي كمان سيرفر وعندها جدول كل وظيفة السيرفر بتاعها ده اللي هو ياخد رقم ياخد اسم يحوله لايه؟ لرقم بس كده. فانت تقول لها لو سمحتي اديني اسم هي تقول لك اسم الموقع بتاعك هيبقى احمد دوت كوم. فانت تقول لك الاسم ده يعني لما حد يدخل عليه يوديه لمين؟ هتقول لك هي بقى هتقول لها للرقم الفلاني ده رقم الجهاز بتاعي. هتروح حاطاه في جدول كده كل ما حد يطلع على احمد دوت كوم توديه لمين؟ للرقم ده تمام؟ طب مش هنخش في تفاصيل اكتر من كده نرجع للاساس. الشغل بتاع البي اتش بي هنحطه فين؟ اهو هنشغله ازاي؟ هنيجي هنا هنحطه في الاتش دوكس. طب الصفحه اللي شغاله دي فين؟ هي فين الصفحه دي؟ اهي اوريها لك انا. الصفحه اللي شغاله ديت هو عامل فولدر تاني اسمه ذنب جوه الفولدر اللي اسمه اتش دوكس اللي جوه الفولدر اللي اسمه ذنب. يعني في فولدرين دلوقتي اسمهم ذنب تمام؟ في فولدرين اسمهم ذنب عشان ما اتلخبطش. ده الفولدر الجواني خالص ده الفولدر اللي فيه السايت اهو. الصفحه دي اسمها ايه؟ الصفحه اللي فاتحه دي اسمها ايه؟ سبلاش. بس سبلاش ايه؟ بي اتش بي. خد بالك سبلاش بي اتش بي اهي سبلاش بي اتش بي تمام. يبقى انا ما اضحكش عليك صح؟ طب اكد لنا اكد لكم اهو افتحوا بإديتور اي إديتور ونغير الاسم دوت ونرجعه لاصله ونسيب. دي ايه؟ احنا اخدناها في صفحه ال HTML. تايتل التايتل ده بيغير فين؟ اهو صح؟ تمام نسيب ده كده ونرن الحمد لله هي الصفحه دي صح؟ طب احنا ممكن نحط اي حاجه في المكان دوت؟ ممكن نحط اي ملف من عندنا تأليف؟ طب احنا ما خدناش غير HTML صح؟ تعالى كده اعمل لك ملف HTML هنا ظريف جدا وسميه
هنسمي تيست دوت اتش تي ام او اتش تي ام ال مش تفرق. تمام ماشي يا عم شكرا. ونقول له ايديت. لا مش ايديت انت تمام. وهنكتب هلو بي اتش بي بس ليها هلو بي اتش بي خدعه يعني. نقول هلو زن يعني احنا مش كتبنا كود بي اتش بي لغايه دلوقتي. تمام نقفل. نفتحه من هنا ازاي؟ ايوه تست. بس تست ايه بقى؟ دوت اتش تي ام ال. حلو الكلام ده؟ جت من على السيرفر. لو حد داخل على الشبكه بتاعت الجامعه دلوقتي هقول له الاي بي بتاعي ويدخل كده ويجرب. انت داخل مثلا صح؟ انا هاخد اي بي بس، بس ده مش هدخلها على الانترنت، لان الانترنت راوتر تاني. هدخل كده بس على الشبكه. انا داخل دلوقتي، هي ادتني اي بي صح؟ هي دلوقتي اكيد ادتني اي بي. هنقول له اوبن بتاع دوت. ثواني كده، هو ما ادتنيش اي بي ولا ايه؟ ستيتس وديتيلز. لو سمحت ادخل على 169 اكتب كده في افتح البراوزر فوق واكتب 169 254 179 169 تاني. ظهر ايه؟ بيتحمل؟ بس انت داخل على نفس الشبكه معايا صح؟ ولا اوعى تكون داخل على الشبكه ده؟ نفس الشبكة اللي هي اسمها اكس كيو. اكس كيو بس ايه؟ في اي حاجه؟ جاب ايه؟ لسه بيعمل لود؟ هي دي ولا ده عندك انت مسطبه؟ اكسس فور بيدل. ده انا عشان عندي مقوم فاير وول باين. كده انا مقوم فاير وول. تمام